السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا النهاردة تولز جميلة اسمها كات فايلز اكسبلورر. دي عبارة ان انت عملت امبورت الاوتوكاد، لكن انت مش عارف الملف دوت بتاع الاوتوكاد موجود في انهي فيو وظهر في انهي شيت، لان ممكن ما يكونش ظهر في ولا فيو ومع ذلك عمل مشاكل او متقل الفايل او وجوده مسبب يعني زحمة. فبكل بساطة انت بتبدأ تقول له انا عايز اشوف الملفات موجودة فين، فيبدأ يقول لك اه والله ده انا عندي في اوتوكاد اهوت موجود في الفيو رقم كذا وموجود في الفيو ده كذا وفي فيو مش موجود في اي حاجة خالص وموجودين في اني شيت. مجرد انت تدوس على كات فايل اكسبلورر فهو جاب لي الملفات، فانت تقدر تقول اه ده المفروض ما يتحطش هنا، لا ده انا كده استغنيت عنه شفته ومش محتاجه تاني، فتبدأ ان انت تشيله. وبرضه بيقول لك الكات ده موجود في اني فيو واني شيت، افتح لي الفيو اللي موجود فيه الاوتوكاد دوت او افتح لي الشيت اللي موجود فيه الفيو دوت. وتقدر كمان تعمل له ديليت لو انت حاسس ان انت خلاص ما بقتش محتاجه والملف الريفت بقى خلاص ابديتد. ويقول لك هو موجود في كم مرة في قلب المشروع بتاعك. وبرضه لو في اي ريفت موجود جواه اوتوكاد يقول لك اه خلي بالك ان في ملف فاميلي موجود جواه اوتوكاد، ويديك المعلومات بتاعته والسايز بتاعها بحيث لو انت حابب ان انت تلغيه. فأتمنى التولز الجميلة دي تعجبكم ان شاء الله.